نرجع تاني. طبعا احنا عارفين اتكلمنا عن الضغط هرمون قبل كده، وقلنا ان عندنا طبعا كان عندنا بلازما اللي هي الفيكو الضغط، كان عندنا يعني خدمه وصول الضغط وفورم الضغط زي الضغط سيلز. الضغط سيلز اتكلمنا على الاريثروسايت، اتكلمنا على الوايت بلاد سيلز، ناقصنا حاجه الاخيره اللي هي الايه؟ بليتلتس. اللي هي الايه؟ بليتلتس. بليتلتس متوقعه من حيث الحجم مقارنه بالاريثروسايت والليكويد سايت تبقى اكبر ولا اصغر؟ هي اصغر حاجه. هي ايه؟ اصغر حاجه في الحجم هي مين؟ البليتلتس. البليتلتس المين فانكشن بتاعتها ايه؟ كوجريشن. هي المين فانكشن بتاعتها الكوجريشن وبلاد كلوتنج، تعمل بلاد كلوتنج، هي دي المين فانكشن بتاعتها. فبالتالي اي تيل يحصل في البادي من بره تقدر تعمل بلاد كلوت وتبقى في الايه؟ بليد. واخدك من جوه البلاد فيزل ممكن اي تيل حصل في الاندوثيليوم او اي مشكله ممكن تعمل لي بلاد كلوتنج جوه في الاندوثيليوم. في مشكله حصل بلاد كلوت جوه؟ ممكن تعمل اوبستراكشن. والاخطر من كده في ايه؟ ممكن تعمل مايجريشن وتعمل بلمونري امبوليزم. عشان كده لما بيبقى في عيان عنده دي بي تي يعني دي بينا الصمبوزيت بيمشي على انتي فاجلانت، لو هو الراجل ده ما عندوش ريسك فاكتور يعني ولا دايابيتيك ولا اوبيز ولا اي حاجه، راجل مثلا كان عنده كاسك مركب جيبس مثلا حصل له دي بي تي وبالتالي ده سبب مقنع يعني. لكن لو واحد صادم كده بس هو بيس شويه او دايابيتيك وجاب دي بي تي المعامله بتختلف. ده راجل عنده ريسك فاكتور لازم يتعامل باحترام وريسبكت وايه تحط في دماغك موضوع الايه البروتين كويس قوي. انما واحد عنده اكسيدنتالي عمل كاسك فبالتالي جاله غلطه ده بتختلف عنه. في كلتا الاحوال لازم تدي انتي كوجلانت لمده 6 مانس. من 3 ل 6 مانس، بس طبعا الافضل 6 مانس. ليه؟ لان بعد ما بيكون الجلطه والجلطه تبتدي تدوب بتدوب بالتدريج، يعني ممكن الراجل ده يعمل دوبلر يقول لك الجلطه تمام مفيش جلطه خالص مش موجوده. فانت تفرح وتبطل انتي كوجلانت. تبقى مشكله كبيره ليه؟ لان بعد ما بيبقى الاندوثيليوم لسه مجموع شويه، لسه في انجي بسيط. فيقوم ممكن يعمل لو انت وقفت انتي كوجلانت يعمل جلطه جديده ويبعت شاور للايه؟ للبلمونيوم ليزر. فعشان كده بياخد 6 شهور عشان يكون حصل ابزوربشن البلوت كومبليتلي، حصل هيلينج بعدك لان الاندوثيليوم كومبليتلي بقى سموث زي الاول خالص، فبالتالي صعب ان يتكون فيه جلطات تاني. وجلطات بوست تاني. الكاونت بتاعنا كام تقريبا؟ بال 1000 ولا في المليونز؟ بال 1000 150 250 تقريبا ده الافريج بتاع الايه؟ البليتلت ممكن توصل لحد 400. يبقى من اول 150 لحد 400 ده الافريج بتاع الايه؟ البليتلت النمبر بتاعه. نيجي نبص تتوقع بليتلت اي حاجه الكبيره ولا الصغيره؟ اللي هم الصغيرين اللي فوق الصغيرين اللي فوق الصغيرين دول بص عليهم كده كلهم لون واحد يعني الدايره نفسها كلها لون واحد ولا مختلفه؟ الدايره كلها حاجه لون واحد كلها غامقه او كلها فاتحه؟ الفاتح فين؟ في البريفري ولا في السنتر؟ البريفري ولا السنتر؟ يبقى انا عندي البريفري يعتبر لايت الكهرباء بتاعه لايت شويه لايتر والسنتر بتاعي ايه؟ دارك. تمام؟ فعشان كده بنسمي السنتر بتاعي دارك ليه؟ لان في جرانيول فيها حاجات هنقولها دلوقتي. الجرانيول دي بتديني الايه؟ الدارك كلر ده. وعشان جرانيول بنسميها جرانيلو ميل. بنسميها ايه؟ جرانيلو ميل. انما البريفري بتاعتي لايتر بنسميها ايه؟ هايلو ميل. هايلو ميل يعني ايه؟ يعني حاجه محوطه الدايره بتاعتي. يبقى بليتلت بيتكون من جزئين، جزء دارك جوه وجزء ايه؟ لايتر في البريفري. بنسمي الجزء اللايتر هيلومير والجزء الدارك بنسميه جرانيولومير. هو الدارك اساسا عشان ايه؟ عشان في جرانيولز، عشان كده سموه ايه؟ جرانيولومير. الجرانيول عندنا نوعين، عندنا دلتا والفا. الالفا هي الكبيره والدلتا هي مين؟ الصغيره. يعني شويه هي دي الدلتا اللي هم دول، وعندنا الالفا موجوده في معلش دي الدلتا اهي اللي هي دي، ودي الالفا الكبيره دي الفا الاثنين كبار دول، والدلتا اللي هي الصغيرين دول. فالكبار هم مين؟ الالفا والصغيرين هم مين؟ الدلتا. الالفا منها كبيره فبالتالي يبقى فيها الحاجات دي تحت البليتس. في حاجه اسمها بليتس فور فاكتور وحاجه اسمها بليتس جروث فاكتور. يبقى بليتلت جروث فاكتور وبليتلت فاكتور 4 موجودين فين؟ في الكبيره، الكبيره اللي هي مين؟ الالفا. انما الدلتا في حاجات مساعده زي الاي تي بي والاي دي بي والايه؟ والسيرتين. تمام؟ عشان بتاع ايه؟
موضوع ما يختلفش معاك. الكبيره هي اللي فيها المين ايتم بتاع مين؟ البليتلت. فبالتالي الحاجات بتاع البليتلت فيها اللي هو بليتلت جروث فاكتور وبليتلت فاكتور ايه؟ 4. انما الثانيه الصغيره شويه الحاجات المساعده الاي تي بي والاي دي بي والسيوتين. تمام؟ الجرانيولز دي بقى اللي عامله ايه؟ الاثنين دول. الجرانيولز دي عامله ايه؟ بص في الشريحه اللي فاتت كده. شو هم عاملين لي جرانيولومين؟ يبقى الجرانيولز دي اللي عاملين لي ايه؟ الجرانيولومين اللي موجود في السنتر بيفرق في السنتر. تمام؟ يبقى الجرانيولومين موجوده في السنتر اللي هم رقم ايه؟ الالفا والايه؟ والدلتا. نيجي للمود بتاع بليست البلوت بروتين. البليست ده اول ما يحصل طبعا السيرف بتاع البليست ده عليه من بره كده حاجه اسمها جايكو كاليكس جايكو بليست حتى وبيبليك. اول ما يحصل انجري في الاندوثيليوم تقوم هي عامله ايه؟ تقوم جايه بالجايكو السيرف بتحصل ايه؟ اديجا. بس برضك اديجا مش قويه دوبك جت كده وقفت. تاني خطوه اجريجيشن يعني يبتدي بقى يستكنج اكتر تفصل اكتر وتقف ايه؟ جامد عشان ايه؟ تعمل كلوزر للانجري ده او السايت بتاع عليه الانجري الموجود. ثالث مرحله بتعمل بقى عشان تعمل جلوت هي لوحدها مش هتعرف تعمل جلطه هي في حد ذاتها مش هتقدر تسد الانجري لوحدها فتعمل ايه؟ بالجلوتين فاكتور والفايبرينجين والحاجات دي كلها تعمل حاجه شبكه من فايبرين فريش عشان ايه؟ تعمل الجلوت. يبقى اول حاجه ستيكي للمكان بتاع الجلوت تمام؟ اللي هي بتنزل اجريجيشن وبعد كده او برايمري تاني اي سكندري يعني ايه؟ تبقى ستيكي اكتر بالايه؟ بالفاكتورز الموجوده دي زي البروتين والاي دي بي والكلام ده يحصل ايه؟ اجريجيشن اكتر. لما الثلاثه هي لوحدها مش هتقدر تسد لوحدها فتعمل ايه؟ بالبروتين فاكتور في الفايبرونوجين والبير فاكتور والفاكتور بتاع البروتين تعمل تحاول ايه؟ تعمل مش من فايبرين او تعمل شبكه من فايبرين عشان ايه؟ تعمل بروت اكتر. طب البروت دي هتفضل في ويفر ولا تقعد فتره وخلاص؟ تعمل فترة خاصة بيعمل حاجة اسمها بقى اسمها بروت انتراكشن يعني ايه هي كانت قافلة المكان كله تبتدي ايه؟ شرينجز تبتدي تظهر بالاكتين والميوسين يبتدي يحصل لها ايه؟ شرينجز. طب خلاص بقى خلاص الموضوع الاندوثيليوم اتكون وبقى فيه هيلث اندوثيليوم ومش محتاج انا للبلط خلاص بيحصل ايه؟ بروت ريموفال بالايه؟ بالايزوتومز واللايسين بلازمين يبتدي ان هو ياكل في الجلطة ويحللها عشان يبقى خلاص ايه؟ مش محتاجها والموضوع الانجي راح والموضوع ايه؟ انتهى من عنده. يبقى الستيج تاني اول حاجه برايمري اجريجيشن اللي هو ايه؟ ستيكي المكان زي كروسيس اللي هو موجود على السطح بقى بتاع بريفت يبتدي يقوم لازق في الاندوثيليوم ويبتدي ايه؟ يكفر الانجي ده. برضك القفله دي مش افيشنت قوي او مش كافيه يقوم عامل ايه؟ سكندري اجريجيشن. برضك الانزيمز الموجوده زي البروتين والاي دي بي يقوم عامل ستيكي اكتر يظهر اكتر في مكان الاندوثيليوم. تالت حاجه هي بلتس لوحدها مش هتكفي مش هتنفع فلازم تعمل ايه؟ بلاد بلوتنج بقى تشتغل على الفايبرونوجين وتحوله لفايبرين فليس وايه؟ وتعمل بلاد بلوت. البلوت خلاص الاندوثيليوم ابتدى يتحسن والامور ابتدت تبقى افضل يحصل بلوت ايه؟ ريتراكشن الاكتين والميوسين يبتدي يشد البلوت يخليها ايه؟ اصغر تصغر في الحجم. بعد ما صغر في الحجم الاندوثيليوم بقى هيلث كومبليتلي مش محتاج خلاص بلاد بلوت يحصل لها ايه؟ لايسيس او ريموفال بالايه؟ بالبلازمين يبتدي الانزايم بلازمين يبتدي يكسر في الجلطه الموجوده دي ويشيلها وانت خلاص الموضوع رجع تاني ايه؟ هيلثي وتمام التمام. تمام يا جماعه؟ من وين بيجي هذا الانزايم؟ اللي هو الايه؟ بلازمين وحمض بلازمين. قلت لك فاهم؟ صح ولا مش عارف؟ بس انت بلاد المفروض كانت تاخد بلاد فاكتورز كلها في البلاد كارجليشن دي سايكل طويله عريضه. بنقول تاني يا جماعه بريسيت احنا بنخش على حاجه بعدها اللي هي بريسيت يبقى بلس عندنا السايت بتاعها ايه؟ اصغر من الانثوسايت تمام؟ واكيد هتبقى اصغر من ايه؟ البليتسيت لان هي اكبر حاجه حجم في السيلز كلها ايه؟ البليتسيت اللي هو سوري اللي هو الدار سيلز ويليها الانثوسايت ويليها ايه؟ البليتسيت تمام؟ البليتسيت طبعا قلنا الناس بيضاء الضوء بتاعها بلوت بلوتنج العدد بتاعها من 150 لحد 400 تقريبا اللايف سبان حوالي 10 دايز يعني ايه برضك في الافريج ولا هي زي الليبوسايت ولا هي زي الايريثروسايت. طبعا شكلها زي ما انت قلت البريشر بتاعها ايه؟ لايت فبنسميه هيلومير والحته في النص ايه؟ دارك فبنسميه ايه؟ جرانيولو مير. بعد كده عندي قلنا سميناها جرانيولو مير ليه؟ لان فيها جرانيولز، الجرانيولز دي الفا والدلتا مين الكبير فيهم؟ الالفا،
الالفا دي دي عشان في حاجه بتاع بريت اللي هي بيس الجول فاكتور فاكتور 4. الدلتا فيها ليه حاجات المساعده الاي دي بي والاي سي بي والاي هو سيرفر. قلنا الاجريجيشن عندنا اول حاجه بلاس ايه وايد اجريجيشن ستيكي، بعد كده سكندري اجريجيشن، ثالث حاجه اللي هي ايه بروت فورميشن، بعد كده بروت ايه ريتراكشن، وبعد ريتراكشن وموف. هي نفس الصورة عندنا هنا اللي ايه فاهمين اللي هي متميز بقى متميز اللي هو ايه عمليه ايه السنسز او عمليه التصنيع بتاع الايه بروسيس كلها. تصنيع بروسيس بيتصنع فين؟ في مكانين رئيسيين. ايه هما؟ ما تقولش بومبه وبس، لازم تقول ايه؟ ريد بومبه. ان بومبه بس انا عندي يلو بومبه، فبالتالي لما تقول بومبه لا قول ايه؟ ريد بومبه. وتاني حاجه ممكن يتصنع فين؟ في الليمفاتيك سيستم زي الثايموس وزي السبلين وزي الليمفيلوم. طب البومبه موجود فين؟ او ريد بومبه موجود فين في الجسم بصفه عامه؟ باللونج هون زي الهومس والفيما والكلام ده. ايه تاني؟ فلات بون زي ايه؟ سترنا فلتربا الهيد بون تمام؟ الكرينيوم فطبعا هذا ايه؟ فلات بون تمام؟ ادي بيت بون ماو بيتكون من ايه؟ بيتكون من تروبيك كوليكتيف تيشو وفي مليان بلاد ساينوسويز. يعني المسحات اللي بص عليه كلها؟ المسحات اللي بص عليه كلها ايه؟ بلاد ساينوسويز. بلاد ساينوسويز دي وفي كونكتيف تيشو حواليها بيحصل سنسز او البلاد سنس جواها، وبعد كده بتبتدي بعد ما يحصل لها ماتيوريشن تطلع عليه على البلاد ستريم عشان ايه تروح لاي مكان في الجسم او يحصل لها ماتيوريشن. الستيج بتاع الديفلوبمنت بقى احنا عندنا اول حاجه في الامبريو بيحصل فين؟ في البومه. مفيش بومه اصلا لسه اتكون، فبيبقى فين؟ في اليوكسال. الاول في اليوكسال في بلاد ايلاند هناك مساحات زي نيكس كده مبلط موجوده في اليوكسال، يبتدي يتصنع فيها ليه دوايم الخاص في الاول خاص يبتدي يتصنع فيها ايه بروسيس. بعد كده يبتدي يتصنع فين فعلا؟ في الليفر او السبلين تمام. وفي الاخر خالص ممكن يكون في النور كود. يعني في الاخر نيجي بعد كده في الاكسترن، احنا بعد كده خلاص بقى بوم ماو ما بقاش فيه ولا يوكسال ولا كلام من ده بعد الدليفري. في الاكسترن من اللي فين في اليوم بوم ماو؟ في اللونج بون. وفي الادلت زي حالتنا كده يبقى فين؟ في الفلات بون. عشان كده بتيجي تاخد بوم ماو بيوصل تاخد منين؟ في السترنم او ممكن منين؟ اللي هي الايه؟ على الالياك كريست اللاند مارك بتاعتها ايه؟ اللاند مارك بتاعتها ايه؟ لا مش الانتيريور، الانتيريور هنا بوستيريور سوبيريور. كنا بنعرفه منين؟ سكين دامبل. كان قلنا ان كان في سكين دامبل كده موجود ورا. سكين دامبل ده مكان ايه جنبه، يبقى انت تخش على ايه تقدر تاخد عينه من بومه ولو انت ايه محتاج تاخد. لكن طبعا السكين مور اكسسبل بتختلف من حاله لحاله من واحد ليه للتاني. يبقى انا الديفلوبمنت بتاع الاصل ده عندي موجود فين او بيتكون فين؟ اول حاجه اهو شوف انت اللون الاصفر ده، ده في البيونيتا وده البوستنيتا. البيونيتا اللون الاصفر ده اللي هو الايه؟ اليوكسال. شايف عاليه ازاي؟ هي الواحده المين ايتم في الاول عندك هنا من زيرو لحد 9 مانس في الاول هي الواحده الابر هاند، وابتدى برضك ياخد الليفر ياخد منها بس برضك جه في الاخر ايه؟ وحصل له دور. السبلين موجود برضك بس ايه؟ حصل له دور. شايف الاحمر ده بقى بومه وطالع على فوق خلاص، خد الايه؟ خد الابر هاند ومشي ولا يكمل بعد كده. طبعا في الحضر بعد كده عندنا نيجي نشوف هنا عندنا في التبر كولا بستنى ويبس كل دول فين؟ في الحضر وتحت اللي هو الايه؟ الفيما واللونج بون هي في الايه؟ في الشيبل ده الايج. فكل ما يكبر في الايج تبقى عنده 10 سنين 20 30 موجود في اللونج بون اهو لحد 20 او 25 سنه. من اول 25 تقريبا او 20 ابتدى ايه؟ ينزل اللونج بون ينزل خالص. ومين اللي ياخد الابر اند؟ اللونج بون تمام؟ يبقى انا عندي ديفلوبمنت فين؟ في الامبيريو فين؟ في اليوكسال. ممكن ليفر سبلين
بعد كده بتقوم تبتدي تاخد من ايه من اخر كده قبل الدليفري بشويه تبتدي تاخد الابر هاند. خلاص دخل في البوم وخد الابر هاند. اه بيساعده ليفر بيساعده سبليت، لكن ايه هو الايه الاساس او السبليت ده. بعد كده انهي اكتر في التشيد يبقى فين؟ لودو بول. وفي الادلت فلات بول. نيجي للديفلوبمنت برضك انا بحب فيه انا عامل هنا تقسيمه كده بس انا التقسيمه دي افضل بقى. عندي حاجه اسمها تروبيوتيك ستيم سيل. صوتها صغيره شويه. الهيموبيوتيك ستيم سيل دي اللي هي دي اسمها ايه؟ هيموبيوتيك يعني بلاد ستيم سيل يعني دي الاساس. دي القص بتاع اي بلاد سيل دي اللي بتتكونها. بس يبقى عندي مصنعين، مصنع لنفويد ومصنع تاني اسمه مايلويد. يبقى انا عندي الهيموبيوتيك ستيم سيل الكبيره تطلع مصنعين، مصنع لنفويد لوحده ومصنع تاني اسمه ايه؟ مايلويد. يبقى انا عندي كام براس سيل بصفه عامه؟ كان عندي في الاوبي في الهوايد براس سيل كان عندي كام نوع؟ خمسه صح؟ واوبي سيس واحد يبقى سته، وبليد ست سبعه تمام؟ الليمفوسايت هشيلها من القصه دي كلها والسته الباقيين مع بعض. يبقى الليمفوسايت طالع من الليمفوسايت لاين والست طيب الباقيين طالعين من ايه؟ من المايلويد لاين. المايلويد لاين ده بيدي 23 واحد اثنين ثلاثه. الواحد ده اللي هو اسمه ريترو بيز بتاع الريترو بلاست. ده اسمه اللي هي الميجا كيريوسايت بتاعت البليد سيت. الريترو سايت وميجا كيريوسايت وعندي ليكو سايت هتتكون من ايه؟ هتبقى تتقسم بعد كده. نيجي لهنا اللي هي الايه؟ الوايت بلاست سيل. عندي خطين مش كان عندي جرانيولار واجرانيولار. مين الاجرانيولار هتبقى انا هنا؟ لان الليمفويد فين؟ لوحدها ملهاش دعوه بالموضوع. يبقى المونوسايت او مونو كنا بنسميها مونو بلاست هي اساسيه. والناحيه الثانيه كان ليها اسمها ايه؟ ميلوسايت. الصوره دي زانكوير، انتوا عندكم زانكوير؟ زانكوير تكست بوك موجوده فيها ممكن اشرحها وابعتها لوحدها طبعا في مين الاستاذ صغيره بس برضك زي ما قلت ذاكر من السلايد دي او الصوره دي. ما تذاكرش من الكلام اللي جمعت فيه كلام كتير قوي الصوره دي هتلخص لك الموضوع خالص. يبقى انا عندي هنا ميرو المونو بلاست وهنا الايه؟ ميرو بلاست. ميرو بلاست دي بتطلع لي الباقي اللي هم مين؟ النيترو والايزينو والايه؟ والبيزو. ومونو بلاست هتطلع لي مين؟ المونوسايت. نقول تاني يبقى انا عندي حاجه اسمها ايه؟ هيموبيوتيك ستيم سيل دي الكبيره ده الجلد الاكبر ده الراس الكبير. تعمل فرعين مايلويد والليمفويد. احنا اتفقنا عندنا سبعه سيل هناخد الليمفويد لوحده ويبقى لي مين؟ السته الباقيين. السته الباقيين هيبقى لي عندي ثلاث خطوط، خط اساسي عشان الليمفوسايت لوحده والخط الثاني اللي اسمه ميجا كيريوسايت عشان مين؟ البليتلس. والخط الثالث عشان الوايت بلاد سيلز او الباقي من الوايت بلاد سيلز معنى ادق يعني. الخط الباقي ده نوعين مونو بلاست وميلو بلاست. ميلو ده عشان مين؟ النيتروفيل والايزينو والبيز. والمونو عشان مين؟ المونوسايت. تمام؟ فيديو كده
الكتاب ما بيقول طيب مثلا زي الكتاب ما بيقول يا مجموعة ليس حاجة مثلا الكتاب ما بيقول بيأسكس وبيسازن العيان وبيخبط عليه ومش عامل حاجة ماشي على الكتاب لا ما بيقولش حاجة بيقول حاجة بس هو ما شغلش هنا طبعا الدنيا معموله على الموضوع الجاي زي الحاجات دي تيجي تمتحن زمان قبل الثانيه وكده في سكيلز معينه لازم تعملها طبعا لازم فعلا نقطه ضوء وتسلم على العيان ولازم تكون دافيه ولو حطيت ايدك على العيان مش عارف يعني في سكيلز معينه وسكيلز معينه يعني واهتم بالشكليات بمعنى صح والسبب من هو اللي هو الهدف الاساسي انه ينقذ العيان. نرجع لموضوعنا تاني طبعا نرجع السيل دي انا عارف السايد دي رخمه شويه زي ما بقول لك زي كده من الصور يبقى انا عندي اول حاجه اسمها ايه؟ هيموبيوتيك ستيم سيل هتطلع خطين مايلويد والليمفويد. الليمفويد خلاص خط خط الليمفويد بالدي والبي والكده تي كده الليمفويد سيل خلصنا منه. المايلويد يطلع لي الباقي يطلع لي ثلاث خطوط انتاج الميجا كيلو سايت عشان البريتفت والويتو سايت عشان الاتوبيس اللي احنا شرحناه قبل كده والخط الثالث بتاع الهواد بلس سيل. الهواد بلس سيل بيتقسم لاثنين الاثنين بلس مونو بلس عشان مونو سايت وميلو بلس عشان ايه؟ الثلاثة الباقيين الزيرو فيز والبيزو فيز والايه؟ والنيترو فيز. الحتة دي لما نعديها انا عندي السيلز اللي هنا عندي نوعين من السيلز صفر عامة كبار يعني عندي ستيم سيل او نيترو سيلز او السيلز الأساسية وعندي السيلز اللي تحت اللي تتحول بقى سواء تتحول نيترو فيز او تتحول مونو سايز او تتحول هواي ريد بلس سيل او وات ايفر. تتوقعوا العدد بتاع مين أكتر؟ بتاع الستيم سيلز اللي فوق ولا السيلز اللي تحت؟ السيلز تحت هي فعلا الديفيجن بتاعها اعلى واللي بتعمل ايه؟ فمن حيث الشيب الستيم سيلز اللي فوق الشيب شكلهم في اختلافات من بعض يعني بتاع الميسو سايد بتاع الميكرو سايد بتاع الهواد بلس سيل بتاع الميسو سايد في فرق بينهم اليوبيتك ستيم سيل الخط الاولاني كلهم شبه بعض لسه في مرحله بدايه لكن في الاخر يبتدي ايه؟ كل واحده تاخد الشيب بتاع ايه؟ الديفولمنت بتاعها. عشان كده هتيجي جدول هنا في ستيم وكوجنيتو سيلز وفي سيل لاينز يعني سيل بتتقسم. اول كوجنيتو سيل قلنا الشيب بتاعها ايه؟ ما تقدرش تفرق من بعض كلهم شبه بعض. والديفلوبمنت بتاعهم بيطلع لو ويت اوف سيل عدد ايه؟ قليل. هناك لا بتبتدي تاخد شكل السيل اللي هتطلع لها او الشيب السيل اللي هي هتبتدي تكونها وفي نفس الوقت الريت بتاع الديفلوبمنت بتاعها او بتاع الديفيجن بتاعها ايه؟ عالي جدا جدا جدا. كلوني ستيمنت فاكتور دي برضك هي ده اللي بيأثر على البوتك سيل ويبتدي ايه يديها الاوردر بتاعها عشان تبتدي حاجه اسمها كلوني ستيمنت فاكتور عشان تبتدي يحصل لها ديفيجن وتكون الايه بروسس. في عندنا حاجه اسمها ميوفينوتايب دلوقتي حاجه اسمها كلاستر اوف ديفرنشيشن او سي دي كلاستر اوف ديفرنشيشن يعني انا دلوقتي عايز اعمل بلاد كاونت او عايز اشوف بروسس الطيب انا واخد دول ما هو يمشي وهبتدي طبعا زمان كان الطريقه الرئيسيه ان انا ابص تحت الميكروسكوب واشوف شكلها الليمفوسايت شكلها مش عارف ايه شكل ايه طبعا الموضوع ايه متعب واكيد مش اكيوريت. فدلوقتي انا عايز اعرف عندي كام بالظبط كام برسنت بالظبط فلاقي كل سيل لها انزيم خاص بيها او لها ماركر خاص بيها. الماركر ده سموه سي دي. سي دي يعني ايه؟ كلاستر اوف ديفرنشيشن يعني سلسله من ايه؟ التقسيمات. كلاستر اوف ديفرنشيشن عشان يبتدي افرق من كل واحده للثانيه. فبيبتدي بيحط انتي بودي معين لرقم مثلا سي دي 34 مثلا او باشعاع معين ليزر او فول فورسس بيقيس كام واحده سي دي 35 مثلا بيقول لك والله العدد كذا على طول. فبقى الموضوع اكيوريت او ادق شويه. الهيموبيتك ستيم سيل اللي هي كبيره فوق دي خالص سموها ايه؟ سي دي خلاص كلهم سي دي 34 تمام؟ بعد كده انقسمت هي بعد كده للجرانيلوسايت او المونوسايت او الليمفوسايت اللي هي خطوط الانتاج الثانيه. خطوط الانتاج الثانيه كلهم لقوهم سي دي كام؟ 45 كلهم 45 بس عشان اميز الليمفوسايت من الجرانيلوسايت من المونوسايت في رقم زياده. الارقام الزياده هي عندي جرانيلو وطبعا مونو. ليه ما هنا ما قلتش جرانيلو؟ ما دي جرانيلوسايت المفروض اقول على دي جرانيلو ليمفوسايت صح؟ مش دي جرانيولا يبقى اللي جنبها المفروض ايه؟ اجرانيولا. ليه بص عليها اجرانيولا؟ طب يعني خليها تيجي السؤال ده مثلا بكره ما تجاوبوش النهارده صعب قوي يعني. هنا جرانيولا سايت
واللي جنبها مو سايد كان المفروض يكتبها كمان مو سايد بس المنطقي يقول كده. طب الالبان مو سايد تتكون من ايه وايه؟ ليمفوسايت ومصاصات. ليمفوسايت يعني لوحدها تمام. فلو عايز اقول ادرينوسايت او كل دول لكن انا اتكلمت عليه ادرينوسايت عشان تحفظهم. ادرينوسايت 15 والمونوسايت 14 تمام سهله كده. نيجي للليمفوسايت عندنا تي وبي والاي والثرومبوسايت. التي 3 والبي 19 وكفايه قوي كده مش عايز اعرف اكتر من كده تمام. والثرومبوسايت 61 خالص. يبقى الهيموجينيك ستيم سيل الرئيسيه كام؟ 34. ولادهم كلهم اسمهم ايه؟ 45 تمام. بس عايز اميز كلهم 45 فانا اعرف منين الليمفوسايت من النيتروفيز من الجرانيلوسايت اعرفهم ازاي مع بعض. اجي للجرانيلوسايت حطيت فيها ماركر زياده اللي هو 15. المونوسايت 14. الليمفوسايت تي بي ثرومبوسايت 3 19 61 تمام. عشان كده لما نيجي نبص في الجدول ده هنلاقي عندنا كل حاجه لها اخطاء من رقم. ليه؟ لان انا ممكن اعمل تكشر. لو قلت لك عايز اعمل تكشر للجرانيلوسايت يبقى انا كام؟ 45 وكام؟ 15. وكل واحده لها ايه؟ رقمين تمام. بنقول تاني الحته دي انا بتعرف انا غالبا الاتي الروبوتيك ستيم سيل كام؟ 34 ولادهم كلهم 45. احط علامه زياده لكل واحد. الجرانيلوسايت 15 والمونوسايت 14 والليمفوسايت تي بي ثرومبوسايت تي 319 تمام. اخر حاجه هنقولها اللي هو الهيموجينيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. ايه الهيموجينيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن؟ بيقول لك في عمليه زرع نخاع. سمعنا المصطلح ده؟ زرع نخاع واحد عنده لوكيميا وعنده اي نوع من انواع الدنجرس انيميا بضطر ان نعمل له ايه؟ بون ماو ترانسبلانتيشن. البون ماو ترانسبلانتيشن ده بجيب منين البون ماو؟ او بجيب منين الهيموجينيتك ستيم سيل بمعنى صح؟ ونجيبها منين؟ ممكن عندي نوعين رئيسيين الوجينيك والاوتوجينيك او الاوتوجياس والاوتوجينيك. اوتو دي اكيد معناها ايه؟ من نفس الدرجه من نفس البيشن. انما الالوجينيك من واحد تاني من دونر او من شخص تاني. الدونر ده في عندي حاجه اسمها هيومن ليكوسيتيك انتيجين. لازم يكون الاثنين ايه كومباتبل مع بعض. ما ينفعش من حاجه ثانيه حصل لي الرجيك اكشن والميك اكشن وقصه كبيره وانتيجين انتيبادي اكشن. ما انا عندي حاجات اثنين لا اما انتيجينيك يعني من شخص دونر لا اما اوتو منين؟ من نفس الشخص ده. طب اخد منين العينات؟ البوم اخده منين؟ ثلاث حاجات ثلاث اماكن. اول حاجه بيرفر بلاد. بيرفر بلاد دي ماشين بوصل العيان زي الماشين بتاع داس كده بوصل العيان باخد منه بلاد بيخش الماشين وبيطلع لي الايه؟ الهيموجينيتك ستيم سيل من ناحيه ثانيه او ايه مكان ثاني اقدر احقنه للعيان او ممكن اخده واحقنه للايه؟ للايه؟ العيان الثاني. ثاني نوع اللي هو بوم ماو. بوم ماو سواء بقى من الاليم او من استنى ما تبقى المكان ده مش هي المكان اللي باخد منين؟ من بوم ماو. اخر حاجه الامبلايكال كود. الامبلايكال كود طبعا الامبلايكال كود هاخد منه ازاي؟ وانا عارف ان البيبي ده هيحصل له حاجه؟ لا يبقى ممكن اخد العيان. طبعا الامبلايكال كود كميه البلاد بتاعته ايه؟ صغيره جدا ما تكفيش. كان بياخدوها بيحطوها زي بانكينج بحيث ممكن ايه؟ تفيد حد تاني. يبقى هيموجينيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن ان انا بعمل ترانسبلانتيشن للبون ماو عندي نوعين لا اما اوتو لا اما الوجينيك. الاماكن بتاعتي اللي هي بيرفر بلاد عن طريق ماشين باخد بيرفر بلاد ومن دونر لا اما من البون ماو لا اما الحاجه الثالثه اللي هو منين؟ من الامبرايكال كور تمام؟ يبقى احنا اتكلمنا في المحاضره الثانيه على حاجتين. اتكلمنا على البريتلت واتكلمنا عن ايه؟ على الهيموبيسيس. البريتلت اتكلمنا عليها قلناها الحجم بتاعها ايه؟ سمولر. اللي بيميزها في الشكل ان عندها بيرس بتاعها ايه؟ لايت والكوب بتاعها او السنتر بتاعها دارك. دارك عشان اسمه بيسميه جراني دومين.
جوانب النيل يعني في جوانبين، عندي نوعين من الجوانب الفا والدلتا. مين الكبير فيهم؟ الالفا عشان في حاجات بتاعت البريتس اللي هي البريتس لايف جروث فاكتور، والحاجه الثانيه هي اللي هي البريتس فور. الدلتا فيها حاجات صغيره الاي دي بي والاي دي بي والاي والسيرفر. الجروث فورميشن خمس مراحل، اول حاجه برايمري اجريجيشن تلتا والجلكوس، بعد كده سكندري اجريجيشن، نمره ثلاثه جروث فورميشن تعمل جروث نفسها، بعد كده جروث ريتراكشن، واخر حاجه لاب ايه؟ جروث ريموف. دخلنا على الهوم بيس، قلنا عندي حاجه سيل الاساس اسمها ايه؟ هيموبيوتيك ستيم سيل، تعمل لي مصنعين لمفويد ومايلويد. المايلويد بيطلع لي كل التايب بتاع السيل على الليمفوسايت، الليمفوسايت طبعا ايه؟ الليمفويد بيطلع لي المايلويد ده بيطلع ثلاث خطوط، الليمفوسايت عشان الليمفوسايت، والميجا كريوسايت عشان البليتسيت، واخر حاجه اللي هو الايه؟ بتاع الهوم بلاس سيل. بتاع الهوم بلاس سيل ده الاسم مصنعين مونو بلس وميلو بلس. الميلو بلس بتدي يكمل النيتروفيل والايزنوفيل والبيسفيز، والمونو يعمل ايه؟ مونو بلس ومونو سايت، وبعد كده ميكروفيل في الاخر. الهيموتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن باخد لا اما من الدونر نفسه او من العيان نفسه. انواع او بجيب منين؟ من البيرفا بلاد او لمبلايت الفوق، واخر حاجه اللي هي الايه؟ البوم مانس. تمام يا جماعه؟ اني كويشن يا جماعه؟ مسكين بقى تقعدوا في الاماكن بتاعتكم عشان يجي. Thank you.